السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام مشاهدات، مرحبا بكم عندي فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله الى بغى الله غادي نشارك معكم هاد القريشلات هادو اللي كيكونوا على هاد الشكل اللي هو جميل وجديد، ويعني شي حاجة اللي كتكون ممتازة. يعني فايت لي تشاركت معكم القريشلات، ولكن هادو بنوع اخر وطريقة اخرى. كما كتشوفوا حتى الشكل ديالهم كيجيو زوينين بزاف بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. طبيعه الحال الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وما تنساونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه وحتى الديزلايكات. مرحبا بالجميع ومرحبا بكم، الف مرحبا. اليوم الى بغى الله غادي نشارك معكم هاد القريشلات هادو، يعني نبدل شويه من داك النوعين اللي ديما كنصاوبو، هذاك النوع اللي كيكون يعني مكور. هادو درتهم انا، النص درتو في القبيطات كما كتلاحظوا، والنص درتو في هاد فهاد لي طارت هادو كما كتلاحظوا معايا، كيجيو بهذا الشكل هذا، وحتى المنظر ديالهم كيجي جميل بزاف. بالنسبه للمكونات عندي هنايا، واحد ربع كاس ديال زيت المائده، عندي ربع كاس ديال الجنجلان اولا السمسم، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه كما كتلاحظوا معايا، هنا عندي جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، هنا عندي واحد 6 ديال الفرماجات كما كتشوفوا معايا، فرماج مثلث، عندي هنايا خميره ديال لافاني وخميره ديال الحلوه كما كتلاحظوا، هنا عندي جوج حبات ديال البيض ودقيق على حسب الخليط كما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم دقيق على حسب الخليط. غادي نحتاج لهاد الليمون هادو اللي كيكونوا صغار، يعني ديال ميني كيك اولا، يعني كنصوبو فيهم لي طارت اللي كيكونوا صغار، كيكونوا بهذا الشكل هذا، كيكونوا زوينين بزاف. وما فاش غنطيبو هاد القريشلات ندوزو لطريقه التحضير. هنايا غادي نضيف هنايا، انا راه ضاعفت الكميه ديال السكر في الاول، قلت لكم غير جوج معالق حيت السكر يعني كيبقى على حسب الذوق. انا درت 3 ديال المعالق كبار، هنايا درت معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه كما كتشوفوا هنا، غادي ندير هاد جوج حبات ديال البيض كاملين. هنايا غادي نحتاج لواحد الكاس كبير ديال الحليب والماء، يعني كاس العنبه ديال الماء وكاس العنبه ديال الحليب اللي خلطتهم مع بعضياتهم، وعطوني هاد الكميه هادي هي اللي غادي نعجن بها، يعني ما غادي باقي لا نزيد لا ما لا والو. غادي نضيف هاد المكونات كاملين حتى تجمع لي العجين، ونرجع معكم ان شاء الله فرجه ممتعه. بعد ما ضفت المكونات كاملين، وما تنساوش الملح طبيعه الحال، راني ما وريتاش لكم مع مكونات ضروري، واحد القريصه ديال الملحه ضروريه. صافي غادي نبدا هنايا نضيف الدقيق بهذه الطريقه هذه، يعني هذه العجينه ما كتبغيش تكون قاصحه وما تكونش ثاني مرخوفه بزاف كما غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها. من بعد ما غادي نضيف لها الدقيق، خليكم معايا. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي،
هنا غادي ندوز لهاد لي مول هادو، غادي ندهنهم بواحد الشيء ديال الزبده وندردر عليهم الدقيق، يعني بحال غنضيفو فيهم الكيك بهاد الطريقه هادي اللي كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف فيهم العجين، نضيف فيهم كل وحده غادي نضيف فيها العجين كما غادي تلاحظوا. كما كتشوفوا معايا غادي نجيب واحد المعلقه اولا واحد العشق بهاد الطريقه هادي، نبدا نهز كما كتلاحظوا معايا. يعني العجينه راها ماشي مرخوفه بزاف وماشي قاصحه، كتكون بهاد السمك هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني بهاد القياس هذا. يعني راه كنتمنى الفيديو يكون واضح. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي فهاد ميني مول كما كتشوفوا معايا. غادي نجيب هادوك الفرماجات مثلثات، ممكن تستعملوا حتى الفرماج مربع ماشي مشكل. غادي نقشر الفرماج بهاد الطريقه ونولي ندير فرماجه في الوسط ونضغط عليها هكا بصبعي باش كتعطينا واحد الشكل اللي كيكون زوين، وحتى البنه يعني كيكونوا ولا اروع، كيكونوا جميلين بزاف. نتمنى منكم تجربوا هذه الطريقه هذه اللي سهله وزوينه بالخف، كيوجدوا لينا الكوتي ديالنا. صافي غادي نستمر ان شاء الله حتى نكمل الكميه العجين اللي عندي ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي. فرجه ممتعه مع البقيه الفيديو. قبل ما نشوفوا الشكل النهائي، هنايا غادي ناخذ واحد اصفر بيضه كما كتشوفوا معايا، غير اصفر بيضه بوحدو ما كنضيف فيه لا خل لا والو، غير بوحدو. غادي نهليهم الوجه ديالهم بهذه الطريقه هذه، ندهنوا حتى هذيك الفرماجه هكا باش كتعطينا واحد اللون اللي كيكون زوين. الا لاحظتوا في الصور اللي حطيت لكم في المقدمه ديال الفيديو. صافي غادي نستمر حتى ندهنهم كاملين بهذه الطريقه هذه، وغادي ندهن حتى هذوك الاخرين اللي درت في هذوك القويطات. غادي ندردر عليهم واحد شويه ديال الزنجلان، ممكن تدردروا حتى الحبه السوداء، انا درت يعني زينتهم بواحد شويه الزنجلان، وممكن تخليهم غير هكاك بدون الزنجلان بدون الحبه السوداء. وفي العجن ممكن تزيدوا يعني النافع او حبه حلاوه، يعني كيبقى لكم اختيار، كيجيو زوينين بزاف بهذه الطريقه هادي. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما كنخرجوا من الفرن، كيجيو بهذه الطريقه هادي وبهذا الشكل هذا اللي كيكون جميل بزاف كما كتلاحظوا معايا. انا هنا يلا خرجتهم من الفرن، يعني باقي سخان حتى ديال القويطات، كيجيو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. صافي غادي نحطهم في هذا الاناء هذا فاش غنقدم، ونحاول نقطع معكم واحد الوحده باش تشوفوا كيفاش كيجي. كما قلت لكم غادي نحاول نقطع معكم واحد الوحده باش تشوفوا كيفاش كيجي، ومن بعد ما غادي نحطهم في هذا الطبسيل هذا ديال التقديم. يعني راه كيتزولوا بسهوله من هذوك، يعني من هذ الليمون هذو كيتزولوا بسهوله، ما كيلصقوا ما والو، كيكونوا طايبين ومحمرين من التحت، كيكونوا على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم يعني كيجيو هشاش من الداخل، وكيجيو حتى من المنظر ديالهم كيجي زوين بزاف. بهذيك الفرماجه اللي كنحطو فيهم في الوسط كيعطيوهم واحد المنظر اللي كيكون زوين. وهادو حتى هما اللي طيبت في هاد القويطات هادو، كيجيو زوينين بزاف ومحمرين والشكل ديالهم زوين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. صافي هكا كان الفيديو ديالي ديال اليوم، كادوزت معكم العشيه ديال اليوم، الكوتي ديال اليوم، هادشي اللي وجدت ليه، وتمنيت يعجبكم طبيعه الحال. الا عجبكم ما تنساونيش من لايكات وحتى ديزلايكات، كما كنقول ديما مرحبا بالجميع، انا كنتقبل كلشي، يعني ديزلايكات اللايكات التعاليق، اللي كيدير تعاليق واللي ما كيديرش تعاليق، شكرا للجميع، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. فرجه ممتعه مع البقيه الفيديو، الى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله.